ألو؟ لك لارا، شو عم تعملي تحت؟ تطلعي لعندي. عم مشي لشوغر. ليش؟ شو صاير؟ ولا قلك، استنيني لكني أنا نازلة لتحت لعندك. لكن رح استناكي بالحديقة. شوفك. أنت مرتاح؟ لا تشغلي بالك، أنا مرتاح. عندها روحي خدينا على البار. أمير بار شو هلأ؟ أمير أنت عم تمزح شي؟ بتشوفي اللي عم بيشتغلوا هنيك، مشان هلأ ما يفكروا بشي غلط. إيه شو هاد؟ بدك تروح تورجيهم حالك ما هيك؟ برافو عليك. لارا، أنت شو عم يصير معك؟ عم بتصل فيكي لتحكي معي وما عم تحكي، وعم روح لعندك مانك بالبيت. المفروض أنا ما لازم أني قلك هذا الشي، بس جانسو، أمي مفكرة أنه صداقتي لإلك بهالطريقة رح تضرك كتير. كيف يعني؟ يعني أمك ما أنا ملاحظة أنه أنت الرفيقة الوحيدة اللي عندي؟ بعرف، بس هي عم تشوف أنه هذا الشي عم بيضرك. يعني شفتي كيف حطوني أنا معك بالذنب؟ بس هذا الشي ظلمه بظلم. يعني أنت لارا حاولتي أنك توقفيني، وكمان كنتي عم تساعديني لهالدرجة. سينم خانم طلع حكي مزبوط؟ طلع عن جد انه هلأ ما عاد إلي حدا غير ابنه؟ جانسو، اوعك تصدقي انه حكي هاد مزبوط. حتى اذا امي منعتني عنك نحنا سوا، وكمان كل ممنوع مرغوب، ما هي؟ خليني امسك ايدك وساعدك بالمشي. انت خليك مع البنات، اساسا ما رح طول. رح تقدر تمشي منيح؟ ارتاح. لازم ينزل على البار، ما بيقدر ما يعمل غير اللي بباله. الحمد لله على سلامتك امير بيك. يسلم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة أمير بيك. شكرا. أوه أمير، أهلا وسهلا. شو شايفك مستعجل كتير؟ أنا كنت لسه عم فكر أنه أجي زورك بالبيت كمان. أنا هلأ طلعت من المشفى، قلت لحالي بيجي بشوفكم شوي. بالحقيقة في كتير شغلات لازم أنا وياك نحكي فيها، بس أنت أول شي يا أمير لازم ترتاح شوي وتطيب. أنا بالمشفى الحقيقة ما تابعت الجرايد كتير. عم بيحكوا كتير عنا؟ هنن عم يحكوا عنا ونحن مشغولين بوضعنا. اليوم بلشت بالشغل وقلعت إيجا. وقت كنت عم بستنى أنه تترك لحالة، إجت وقالت لي أنه بدها ترجع على الشغل. إذا إيجا راحت أنا رح روح. شو بتقصد يعني؟ ما رح اشتغل إذا هي مو هون. بدي شوف ياوس سنجقدار. في عندك معه موعد استاذ؟ ما في داعي للموعد، قولي له اونال صراف اغلو اجا وبيكفي هذا الحكي. لحظة شوي اذا بتريد. السيد اونال صراف اغلو بده يشوفك يا بيك. تفضل. أنا ماني كتير فاضي للضيوف، بالأخص إذا مو مدعوين، بس أنا ما حبيت رجعك عن الباب. أنا بعرف أبوك كتير منيح ياوس سنجقدار. أنا من زمان كتير رحبت فيه بباراتي، كتير أنا وهو قعدنا على الطاولة وشربنا سوا. أبي كمان كان يمدح فيك كتير، أونال صراف أغلو. أبوك كان زلمي عصبي، بس كان زلمي أبضاي. لما كان بده يعمل شغلة وسخة كان بيعمله وهو هيك عينك كنت عينك، ومو يعملها من ورا لورا. الزمن كله تغير أونال بيك، زمن الآباء هاد انتهى، هلأ زمننا نحن.
انت شو مشكلتك بالضبط مع ابني؟ خلينا نحكي مع بعض بنفس اللغة. صحيح في مشكلة بيني وبين ابنك، بس الهجوم انا مالي علاقة فيه. وليش حتى انا صدقك؟ اذا صدقتني او ما صدقتني ما فيك تتأكد من شيء قبل ما تثبته، بس اذا ما صدقتني ما فيك ابدا تتعامل معي. اتعامل معك. انت عندك مشكلة مع ابنك ما هيك؟ هو هلأ عم يعارضك، مستعجل يصير ملك قبل ما يموت الملك. هذا الموضوع موضوع عائلي. انت وعائلتك ما بدكن تشوفوا ابنكن راجع لعندكن؟ هذا الشيء مو شغلك انت. في شغلتين بهداك البار مرتبطين ببعضن ونال صراف أغلو. بالأول في ابنك والمرة اللي أنا بحبها. أنا بدي طالع المرة اللي بحبها من هداك البار. إذا بتقلي أنت موافق، أنا شغلي بيمشي بسرعة وأنت ابنك رح يرجع لك. أنت متأكد أنه ما صار شي معك بالبار أمير؟ ما صار شي بنوب. إذا مو صاير معك شي لكان ليش هيك وشك؟ والله أنا بكرة عيد ميلادي وما بدي شوف هيك وش بالحفلة عندي. معك حق، بس هلأ لما تذكرت عيد ميلادي هديك السنة، هاي السنة نحن بأمان وهذا الشي منيح. هاي مشاعر عيد الميلاد كوراي. شفتي قديش هالمشاعر ما لطعمة؟ والله من كتر اللي صار معنا نسيت عيد ميلادي. لو ما ذكرتني اليوم في كلتون ما بتذكر. معقولة أنا أنسى هيك شي؟ أنا اللي كنت أعمل حفلات عيد الميلاد. هالعادات هاي صارت قديمة كتير. العادات ما بتصير قديمة، مشان هيك بيكون اسمها عادات. أمير، أنت بتقدر تسوق سيارة شي؟ معقول سؤالك هذا هلأ هاندا؟ أنا شوفير الأوقات الصعبة ليكني. أنت حكي لنا عن الخطة. أنا عم حاول إنه نعيد عاداتنا. حفلة عيد الميلاد يلي بتليق بكوراي، شو بده يكون غير هيك؟ أنا موافق. أمير أنت هلأ طلعت من المشفى. ما رح نروح على مكان بعيد فريحة، رح نروح على مزرعتنا. شو يعني أنت هلأ عم تخططي لعيد ميلادي؟ كوراي، كلتون. يا فريحة بعرف شو عم تقولي بقلبك. أنا بالسنة عندي عيد ميلاد واحد وبس، وما بدي أقضيه بالبيت مع كلتون ونحن عم نكشر بوش بعضنا طول الوقت. بيكون أحسن إذا بقضيه مع رفقاتي. ماشي، إذا هيك معناتها اتفقنا. بكرة الساعة 11 الكل بيطلع، رح نلتقي بالمزرعة. عليكم شرفوا، هلأ وصلوا. شو اللي عم بيصير؟ شو نحن هون إجر كرسي يعني؟ ليش هالبنت الشقيرة اللي عم تجيبه لسهرنا؟ بنتي كلتوم، انت ليش قعدتي؟ يلا قومي اطلعي لفوق لعند جوزك، وكمان مشان تقولي لفريحة الحمد لله على السلامة. لا أمي، مو جاي على بالي هلا. لا بنتي ما بيصير هيك. اخ هلا جوزك طلع لفوق، يلا. اي لا تخافي، هو امانه لحاله. انا ما عم صدق، انت عم تغاري طبعا من هالشقرة ما هيك؟ خلص لا عاد تغاري منها. حبيبتي باين انه هي تركت زوجك نهائيا، صايرة عم تشنقل الاستاذ لافانت، مشان هيك لا تشغلي بالك. أمير، الحمد لله على السلامة. مين حطت هدول هون؟ شكله في حدا قصدا مخبي لنا ياهن. وين بدك تقعد أمير؟ شفتي؟ شفتي كيف البنت مشانقلة جوزها وطالعة على بيتها؟
ما عم تخلص يا بنتي، ما عم تخلص. كل هالبهدلة وكل هالعذاب اللي تعذبناه من ورا فريحة ما عم يخلص، ما عم يخلص. عفوا منك عمتي، كيف بده يخلص؟ يعني بالنهاية صهرنا عنده أفلام كتير. يا حرام، فريحة قديش كانت زعلانة وقديش بتكون كمان غيرانة لأنه زوجها مشان حبيبته القديمة هيك صار فيه. شو هالحكي هاد؟ شفتوا وأخيرا انفك لسانة لحبيبتي كلتوم وصارت تحكي كمان. شو صار؟ شبكي حبيبتي سهر؟ ليش متضايقة؟ أنا قلت شي غلط؟ حاجتك يا بنت، أنا بعرف من نبرة صوت الوحدة شو هي عم تحاول أنها تقول. أنا قلت إنها بتكون زعلانة وغيرانة، شو بدك يعني يقول يعني؟ يعني شوفوا، خلي فريحة كمان تعرف كيف الوحدة بتكون لما يكون جوز عم يفكر بحبيبته القديمة. مو هيك صار معك أنت كلتوم؟ مو هيك قصدك أنت؟ يلا أحكي لشوف. سهر أنت هلأ عن جد كتير عم تبالغي. بنتي، الشخص اللي بينكر أصله بيكون هو ماله أصل. ما شفتيها بالمستشفى كيف كانت عم تتعامل مع هديك المرة الشقرة وكانت عم تتجاهل بنت عمتها اللزم وعمتها كمان؟ خلي فريحة تعرف إنه كيف بتكون الوحدة لما الغيوم السودة عم تحوم حواليها. يلا سهر قومي، يلا تركي الشاي هلأ، بدنا نطلع على السوق لسه. أنت عم تعرض علي إنه نتعاون سوا بالشغل؟ يعني الشخص المتهم بقضية الهجوم المسلح واللي تعرض له ابني عم يعرض علي نتعاون سوا بالشغل، ما هيك؟ بزنس از بزنس. نحن رجال أعمال أونال صراف أغلو، حياتنا ما بتعتمد على الشك، بتعتمد على الواقع. بس نحن بس منشان أرباحنا منجيب هذا الواقع ومنزرعه بإيدينا. أنا فيني دمر البار اللي اسمه نايت، فيني كمان أبعت ابنك أمير مثل ولد الصغير راكد لعندك. وليش لحتى أوثق فيك يا ياوز؟ لما شخصين عندهم مصالح مشتركة لازم يكون في ثقة، وإذا قدرنا نسكر هالبار المقرف اثنيناتنا بناخد اللي بدنا إياه. بما أنه توضح برنامجنا لعيد الميلاد أنا صار لازم روح. يعني كنت عشنا بشي محل هون وخلصنا. معك حق، بعد يعني 5 دقايق رح كون عباد بالبناية عم استنى. أو تعزمنا على البيت وتحضر لنا الطبخ الطيب بالبيت، ما هيك؟ هاندا ماشي، يلا أنا رايحة. أنا رح أبقى شوي تاني. أضبير المشفى ضلت معك بالسيارة؟ يلا أمير بخاطرك. انت لاحظت من شوي شو صار معنا؟ شفت هاندا كيف رجعت لي؟ هاندا تركت العناد تبعها ورجعت لي. هاندا تركت العناد؟ عيني يالك. لسه في شي تاني نسيتي؟ لا اكيد ما في. موضوع هي الحفلة، اذا كنتي حابة تعرفي ترتيبات هي الحفلة تأكدي انه هي الحفلة رح تكون كتير هادية، وكمان امير بيكون ارتاح من التعب يلي قضاه بالمشفى. مالي متأكدة انه رح ننبسط. المهم يلا بخاطرك، مع السلامة. شو كلتوم خانم؟ واقفة هون عم تتسمعي علينا؟ الله يزيد محبتكن أكتر. كنا عم نحكي عن حفلة عيد ميلاد زوجك. منيح أنه أنا شفتك، أنا كنت مخبية هاي المفاجأة إلك. بكرة الساعة 10 كوني جاهزة قدام الباب. أنت شو عم تقولي؟ أنا عم بعزمك على عيد ميلاد زوجك. أنت هاي المرة لشو عم تخططي؟ أنا ما عم خطط لشي، يعني على الأقل مشانك. إذا لبكرة الصبح قدرتي إنك تسكري تمك وما تحكي، أنت رح تكوني مفاجأة كوراي بعيد ميلاده. شو أنت ناوية إنه تضحكي علي؟ أبصر شو عم تعملي ولشو عم تخططي مشان كوراي يكرهني بزيادة. أنا عم بعزمك على عيد ميلاد زوجك وهو ما عنده علم. إذا أنا ما عزمتك أنت ملاحظة إنه ما حدا رح يعزمك، لا بنت خالك ولا كوراي، ما هيك؟ وهلأ فكري منيح يا كلتوم، زوجك كيف بده يكرهك زيادة؟ بما أنك إجيتي أنا رايح. يلا باي أمير.
انت متأكدة انه بدك تروحي على عيد ميلاد كوراي؟ بفهم من سؤالك انه ما بدك كان يروح. بس عفوا انا دائما بروح للاماكن اللي ماني معزومة فيها، ما هيك؟ كيف كاتبينا؟ زوجي عم بيعمل بطولات مشان حبيبته القديمة، وأنا ما عندي حق لا أزعل ولا أتضايق. شو صار لك فريحة؟ هي أنا تجاوزت مرحلة الخطورة وطبت، يعني خوفك إنك تخسريني انتهى. لك أنت شو بدك يعني أقول لك؟ يعني هلا ما بيحق لي أحكي إن كان سيء ولا منيح؟ مدام بلشتي كملي لشوف للآخر، قولي أنا ليش عم بعاملك وكأنه مالك حق بإنك تحكي أو ما تحكي. فريحة كملي لشوف، ولو لمرة واحدة بس اعترفي بحكيك وكملي للآخر. كل هالشي اللي عم نعيشه سببه طبعك، ومشان هذا الشي أنا نسيت الحكي كمان. يعني بدك لسه وقت ما هيك؟ بس يا ترى الوقت هاد رح يعلمك إنك تحكي ولا لا؟ شي بيخوف، شوفي الأحداث اللي عشناها بآخر هاي السنة، كيف ما عم أتطلع؟ عم شوف كتير أشياء تغيرت حوالي. هالسنة كانت كتير سريعة، عن جد كانت كتير سريعة، خاصة بالنسبة إلك. بهي السنة شوفي كيف عشتي، أول شي تركتي أمير، وبعدين اكتشفتي إنك عشقانة كوراي، وأخيرا صرتي مع الأستاذ لافان. الحياة مليانة بالمفاجآت مثلي أنا. مرحبا يا بنات، كيفكن اليوم؟ تمام مناح، أمي تركت لك غرادك هون، لحظة لجيب لك ياهم. نحن ما قدرنا نكمل حكينا بالمشفى. انتي هلأ متأكدة انك حابة تكملي هون مثلا؟ حاسة كأنك عم تهدديني، بس بشو؟ هلأ انتي عن جد ما بتعرفي بشو انا عم هددك سينام خانم؟ شكرا كتير إلك حياتي، سلميلي كتير على ماما، وبأقرب وقت رح نكمل من محل ما وقفنا. امتى ما بدك ووين ما بدك. هاندا شو عم بيصير؟ يلا هاندا احكي لي لشوف. شوفي بينك وبين سينم خانو؟ هي مو قدي ابدا. صديقتك عم تتحركش فيني لافاند. بعرف انت قلتي هالشي من قبل سينم، وانا قلت لك من قبل انه بعد عني، لانه هالباربي تبعك اللي شايفه حالها كتير كل ما عم تشوفني عم تهددني بالحكي وعم تتمسخر علي، وانا مليت. لك سينم بشو عم تهددك؟ انا ما عم بفهم. ما بعرف، وأنا كتير مشغول بالي من هالشي. يعني هي عم تحكي وكأنه في بإيدها شغلات كتير ضدي، وهذا الشي كتير مزعج. أنت ليش خايفة لهالدرجة؟ خلص انسى، أنا أصلاً صايرة عم بحكي معك نفس الحكي دائماً. أنا عم بحكي عن جد، أنت ليش خايفة لهالدرجة؟ يعني بعرف إنه الشغلات اللي عشناها إذا الكل بده يحكي فيهن أكيد أنا رح أتضايق، بس الماضي شو رح يخليكي تخسري هلأ؟ بجوز يكون في عندي شي هو رح يخسرني. المهم هلأ روح احكي مع رفيقتك هاي، إذا هي بدها تضل هيك عم تهددني أنا وقتها رح أضطر إني أخد احتياطاتي كمان. شو هالاحتياطات بقى؟ أنت تأخرت بولاند، أنا كنت بدي أطلع.
مرحبا، الحمد لله على سلامته. محمد كيفه؟ ايه الحمد لله منيح، يسلموا بنتي. منيح منيح، كتير منيح، يعني رحنا عملنا له عمله هلا صار تمام. استغفر الله. شوفي لارا بنتي، يعني منيح انه شفناكي. شو كنت بدي اقلك، انتي بتعرفيها لبنتي ما هيك، بنتي كلتوم. يعني لساتها عم تجي لعندكن على المحل على البوتيك؟ ايه عم تمرق لعنا. كتير منيح. ايه بنتي تطلعي، بنتي كتير منيحة والله، بس هي حظها تقلال شوي. شوفي شو رأيك انه تطلع لعندك تحكي انت وياها مشان تشكي لك همومها؟ يعني انت بنت كتير منيحة، بلكن بتنصحيها شوي. ايه طبعا طبعا، لارا وكلتوم يعني في عندهم كتير رفقات مشتركين، وهي كتير طيبة. ايه مزبوط، كلتوم بنت طيبة كتير. ايه والله هي هيك يا بنتي. ايه يلا بخاطرك يا بنتي، الله معك، سلمي لي على امك كتير. ايه رح تكون كتير حلوة مثل عيد ميلاده الماضي. هي كمان بدنا نروح على عيد ميلاد كوراي. وقت بلش النهار بشغلات حلوة وانتهى بشكل كتير سيء. سيدي كل يوم بيختلف عن اليوم اللي قبله. من وقتها لهلأ في كتير شغلات تغيرت كتير. أنا بالأساس بدي روح أمي، بس أنا كيف بدي أني هيك إثق فيها؟ ما بعرف شو بدي أعمل. الصبح لما يطلع كوراي شو بدي أقول له؟ أنا كمان بدي روح معك؟ عن جد ما أنا حلوة بحقي أبدا. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا بنتي، عن جد أنا حضرت معك. أنت هلأ جوزك في عنده حفلة، يعني عيد ميلاده هو مو عازمك، وهديك البنت الشقرة عم تعزمك. والله أنا كمان ما بقي براسي عقل. سألي عقلك. إذا بدي أسأل عقلي رح يقلي يا بنت زوجك ما عزمك أبدا، فأكيد رح يقلي إنه ما تروحي وقعدي ببيتك أحسن لك. بس إذا قعدت بالبيت ما رح يرتاح قلبي، لا وكمان رح أتعب كتير. عم أقول لحالي إنه هو ما بده يعني يروح، بس أنا كتير حابة أكون معه. يا بنتي أنت طبعا رح تكوني معه، بس يعني ليش هديك البنت الشقرة اللي عم ترتب ترتيبات عيد ميلاده؟ يا الله من فريحة هي، بس لو إنها تساعدك شوي على هديك البنت الشقرة، يعني شو فيها إذا هي بتعرف تحسب إمتى عيد ميلاد جوزك وتيجي وتقلك وتعمل له معك مفاجأة أو حفلة إله، أو تفكر إنه كلتوم شو رح تقول عني هلأ؟ لا أمي، أنا خلاص شلت فريحة من حياتي. لك أمي أنا شفتها اليوم بعيني، لك البنت اللي عملت فيني كل هالشغلات كأنه رفيقتها من زمان. أمي أنا بعدين بحكي معك ماشي؟ يلا. ألو. مرحبا، عفوا مو موبايل كوراي؟ أنا مرته لكوراي. بس لحظة خدي حكي معه. طمني أمير منيح. إيه منيح إجا، لا تشغلي بالك. أنت لازم تشرب من هاد. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على سلامته، أهلا وسهلا فيكم. أمير فايق شي؟ ايه فايق. محمد تفضل. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك كمان. انت منيح؟ انا ما صار لي شي كتير. حابب تشرب شي؟ روح أعمل لك شاي أو شي تاني؟ لا يسلموا. تعال عود محمد. لا أنا بدي أنزل. أنا كنت بدي أسألك شغلة، يعني مشان شغلنا، قصدي أنا رح كمل شغلي؟ بدي يومين لداوم. أنت ارتاح هلا وبعدين أنا بتصل فيك. معناتها بهالحالة رح أستنى خبر منك. يلا بخاطركن. الله معك. كلتوم بكرة قبل ما أروح بدك وصلك لعند أمك؟
لا ما بدي يسلموا. أنا رح حضر لي كم شغلة مشان حفلة بكرة. ليك أنا حضرت لك ياهن هون. شكرا كلثوم. أنا رح روح ألبس لك. سنة وانت سالم خبيت لك هديتك للمسا. كلثوم انا رايح المسا ماني هون بتعرفي. انا كمان رايحة معك كوراي. هاندا اجت عزمتني كمان، قالت انه ضروري كتير زوجي بعيد ميلاده يشوفني معه. يعني انا عن جد ما عم صدق كيف قدرتي تقنعيني بهيك شي هاندا. معقول قبطان؟ ما فيك تقول انه انت ما بتحب تكون من هالعيلة، او قلك ما بتحب تروح على حالك ولا فرصة تشوف فيها فريحة. انت عن جد ما عم تقدر تشيلها من قلبك. انت بتعرفي انه اتفقنا ما نتناقش بهيك موضوع. مزبوط، حسب اتفاقنا لازم يكون كل اهتمامك فيني انا مو بفريحة، بتعرف هالشي ما هيك؟ هاندا انا ماني رايح لهونيك لشوف فريحة، رغم انه موضوعها كتير بيهمني اني اطمن عليها وشوفها شو عم تعمل. امير ما عنده حصة فيها ابدا. ما فهمت عليكي. خلصنا قبطان، واحد مثلك شايف كل شي بالحياة، يعني زلمة جاي من ورا البحر وهلأ عم بتشارك بالألعاب الصغيرة. ما فينا نقول إنه هالشي تضحية كبيرة لفريحة ما هيك؟ عادة أنت بتحب تنبسط، أنت هلأ عم تنبسط، بتحب تجاكر الناس كمان وبتحب تلعب على أعصاب أمير. يعني هلأ أنت عم تعزميني بإيدك على حفلة مشان ألعب بأعصاب أقرب صديق لإلك؟ برأيك هذا الشي مو مسخرة؟ أنا متأكدة إنه رح يقدر يقاومك، رح تكون منافسة عادلة. خلينا نشوف لك. نعم أيسون خانم. إيه بس أمير بالحمام هلأ. كيفه؟ لسه في عنده وجع شي؟ لا لا، نحن هلأ بدنا نروح على عيد ميلاد كوراي على مزرعة هاندا. ماشي، وإمتى رح ترجعوا من المزرعة؟ طيب من فضلك إذا طلع أمير خليه حاكيني. طيب. أنا شايف إنه الخلافات اللي بينك وبين كنتك انحلت. لا تتمسخر علي أونال. اليد يلي ما بتقدري لها رح تبوسيها يا أيسون. أنا هلأ كتير تعباني وماني قدراني ناقشك كتير، بس مستحيل أرجع أوثق بفريحة أو حتى أني حبها. بس ما دام هي موجودة بحياة ابني معناتها أنا لازم أتعود عليها. أنا مو قهرني هلأ غير أنه هي البنت الصغيرة بنت الناطور قدرت تتغلب علينا كلياتنا. هلأ رح يكون هيك بس بعدين ما منعرف. أونال بيك فيك تيجي دقيقتين؟ من بعد إذنك أيسون. هلا انا ماني فاضي. اليوم حكيت مع كام واحد من معارفي رح يسحبوا ايدهم ورجلهم من نايت، بس حبيت خبرك بهذا الشيء هلا. حلو كتير، خلص بعدين نحكي. مين اللي كان عم يحكي أونال؟ شغل أيسون. شغل مع يوز الشغل؟ وليش ما حكيتي انتي معه؟
للحظة تذكرت الأيام اللي كنا متجوزين فيها. بس أنا ما فتشت بتليفونك. تليفونك رن وأنا بس حملته مشان إجي وأعطيك إياه. ولما اطلعت عليه شفت اسم يلي صار لي كم يوم عم بدعي عليه، إجا على بالي هداك الزلمة يوز سنجقدار. بس أنا متأكدة إنه أنت مستحيل يكون إلك أي علاقة باللي صار، ما هيك؟ آيسون عن جد أنت كتير عم تذكريني بأيام لما كنا متزوجينها. أنت ليش هيك تلبكت كتير؟ كيف أنا؟ هلأ تلبكت؟ عاجبتك الحياة اللي عم نعيشها؟ موجوع شي؟ لا أنا منيح. ممكن تفتح الطبون؟ عم تتوجع شي؟ لا لا منيح، ما ضل كتير أصلا. لكن هاندا هي اللي عزمتك. مزبوط، ما كان عندي فرصة تانية غير هي مشان كون معك اليوم. يعني رغم انه هي اللي اجت وعزمتني بس انا قبلت. انتي عن جد بتحبي هاي الشغلة هاندا؟ اللي شايفه انك ما عم تقدري تقاومي ان تبلش اللعبة. انا ماني مستعجلة قبطان، هاللعبة رح تطول كتير. شو هي عم تتمسخر علينا؟ جد أنا ما كنت متوقعة هيك شيء. كتير منيح الأستاذ لافاند كمان هون. لف ورجع كوراي. لك يلا خلصنا. ما رح نرجع، رح ننزل ونحضر الحفلة. اكتملت، يلا خلينا نكمل حديثنا جوا. يلا قالوا لي إنه في حفلة لهيك إجيت. هي آخر مفاجأة سارة ولا لسه في شي تاني؟ مو أنا اللي عزمتها. الظاهر إنه في سوء تفاهم. المهم كل سنة وأنت سالم كوراي. شكراً إليك.
ايه تفضلي، البيت كبير اكيد بيكفي كل رفقاتنا. يمكن اشتاقت لي واجت تزورني. اجيت زورك انت؟ بما انه انا اللي صرت بطل الحفلة خلينا نفوت لجوا. في مفاجآت لإلنا كلياتنا. بحكي مع كوراي باخد منه السيارة ومنرجع. لا ما في داعي تحكي. فريحة ما بعرف إذا إجا رح تضل، أساسا ما كنا فريق مسلم. طبعا في كتير أسباب للروحة، ما هيك؟ دائما نحن في عنا أسباب حتى نهرب. بالنسبة إلي ما في أي سبب حتى أهرب، وإذا أنت كمان ما عندك خلينا نفوت، بلكي بيكون في مفاجآت تانية. هاي إلكن، اخترت هاي الغرفة مشانكن أنتو، كنت غيرت لكم ياها إذا ما عجبتكم، بس ما في أريح من هذا التخت بهذا البيت. حلوة كتير مو كلتوم؟ مزبوط الغرفة حلوة كتير. منيح، انبسطوا لكان. إذا في مفاجأة تانية خليني أعرف. إيجا إجت لهون بسببك، اللي عملته ما أثر فيني بس أثر على أمير وفريحة. كان لازم تفكري قبل ما تقلبي حياة الناس لعبة بين إيديكي أنتي. مو أنا اللي عزمتك كوراي. مو كتير مهم، أنا اللي بيهمني ضيوفك التانين أكتر. تعالوا حتى أدلكن على غرفتكن مشان ما تطلعوا على الدرج، نقيتلكن هاي الغرفة. فريحة، مو أنا اللي عزمت إيجا. يلا خلينا نروح على غرفتنا. عم بتقولي غرفتنا؟ ليش شو مفكر قبطان هي لعبة أولاد؟ شايفتك لساتك هون. تعرفي شغلة هاندا؟ أنا مالي مرته لأمير، غلطتي بالهدف. تخطينا هديك المرحلة وأنتي مانك واحدة منا. ما بعرف مين عزمك لهون أو إذا كنتي مخططة لوحدك ولا في حدا وراك عم يساعدك، بس بدي إياكي تعرفي إنه ما في حدا رح يساعدك صدقيني. والله أنا أجا على بالي يكون هون فأجيت، بس حس حالي إني مليت، ما في داعي تدليني على الباب بنوب. يلا خلينا نروح على غرفتنا. أنا بصراحة متعودة أخلق حماس بالأماكن اللي مو معزومة عليها. أنا نسيت أدويتك، رح روح جيبها. أمير، أنا حبيت أني ضل هون بس منشان غيظة لهاندا، بس اطمن رح أروح بعد شوي، لا تقلق. لازم نحكي مشان الشغل. أصلاً كان هالشغل مثل شغلة اليا نصيب، مثل ما أجا مثل ما راح. بقدر لاقي شغل جديد، لا تخاف علي. رح تكملي بشغلك. أمير، إحسان بيك قلعني من الشغل عنده. ماشي، وأنا عم بقلك بدك ترجعي لشغلك. قلت له لإحسان بيك إذا ما ضليت أنا ما رح ضل. يعني هلأ عم بتقلي أنقصتك بالرجعة على الشغل؟ أكيد أنا ما عم بقلك إياها بهي الطريقة. أمير، قلي أنت ليش بدك يعني يكمل معك بالشغل؟ لأنه في واحد تافه ما بده ياكي وبده يتركك الشغل. برأيي هذا الشيء سخيف كتير. كنت مستهدف وأنا كنت المسؤول. إذا بدهم يقلعوكي يقلعوني كمان. طيب ممكن بس تعطيني وقت لفكر؟ رجعي الشغل وبعدين فكري. أدويتك، مو انتو كنتو عم تحكوا بالشغل، ليش سكتوا؟ فريحة جوزك عن جد بطل حقيقي،
عم بيحاول ما أبقى بدون شغل. هو هيك ما بيتحمل أبدا، عمل مع أخي نفس القصة. Sanki bedenimde sıntı, yüreğim koparılmış.